مساء الخير. مع ارتفاع درجات الحرارة منذ يوم أمس وارتفاع المخاطر البيئية التي قد تتسبب فيها موجة الحر، شهد عدد من المناطق اللبنانية حرائق خلال 24 ساعة الماضية. فمنذ بعض الوقت أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام أنه حريق شاب في الطابق 11 في مبنى بمنطقة الطيونة، وقد علمت الأو تي في أيضا بأنه حريق ثاني اندلع في بلدة جيش قضاء جبيل، من بعد ما تمكنت البلدية بمساعدة الدفاع المدني من إخماد حريق أول حصل خلال النهار. ولتفاصيل إضافية بينضم إلينا عماد فرحات، رئيس لجنة البيئة في بلدية جيج. مساء الخير أستاذ عماد. الحقيقة اللي صار أنه من امبارح اندلع حريق بسبب الحريقة الحرارة المرتفعة. نعم. اندلع أول حريق بمنطقة بين جيج وسائر شمية، منطقة حرجية من أجمل مناطق لبنان. استغرق طفاية الحريق لوقت مأخر من مساء امبارح. حتى لليوم جدد اليوم الصبح، وكانوا شباب الدفاع المدني عم بيطفوه وقت بلش حريق تاني بمنطقة مقابلة يلي هي حرش سنوبر كثير كثيف. اللي هو عم بيصير هلأ يعني هذا هو؟ مضبوط، هذا اللي هلأ بعده الآن. هذا بلش الصبح وحرش كثير كثيف وعمره معمر، يعني من أجمل مناطق لبنان. وبلش الإطفاء من الصبح وبعدنا لهلأ ما انتهى. طيب هل هو قريب شيء من المنازل؟ يعني في خطورة أن يمتد للمنازل ولا هي منطقة بعيدة عن المنازل كونها حرج؟ هي منطقة بتلقط جيج ومن جيج بتمتد للسقي، وبالميلتين في منازل، في منازل بجيج وفي منازل بالسقي، والمنطقتين معرضين المنازل فيها. طيب هل وصلوا مثلا دفاع المدني لعندكم؟ هل طوافات الجيش قادرة تعمل مساء ولا ما عندها إمكانية تعمل مساء؟ كيف عم بتصير عملية الإطفاء في هذه الأثناء؟ نعم، نحن في عندنا فوج إطفاء شباب متطوعين بجيج، هن يعني بيواكبوا عملية الإطفاء وأكيد طلبوا مساعدة من كل الآليات والأفواج بالمنطقة، وما قصروا، كل الأفواج المناطق موجودة، منطقة جبال قضاء جبال موجودين عم بيساعدونا، وطلبنا كمان الجيش والطوافة كل نهار كانوا عم يساعدونا بالإطفاء، بس هذا ما ساعد للأسف لأنه الطقس ما عم بيساعدنا. ما ساعد لأطفاء الحريق، بعده لهلا مستمر والشباب بعد لهلا عم بتطفي. الحرارة بعدها كثير مرتفعة بجيج، يعني علما انه نحن نعرف انه جيج هي منطقة وسط، او اذا فينا نسميها يعني هي ضايعة. هي ضايعة، هي جيج على ارتفاع 1200 متر. نعم. بس الحرارة هي السنة يعني مش مار علينا قبل. حرارة كثير مرتفعة وما عم بتساعد لأطفاء الحرائق. مثل ما عم بتشوفوا هلا، حاسين انه رح تنحصر ولا بعدها يعني مبين انه مش قابلة للانحسار؟ لا، بعد في كثير صعوبة، هي المنطقة صعبة جغرافيا والوصول لها في صعوبة، يعني للآليات تقدر تطفي، والطيارة كانوا الطيران عم بيطفوا بالنهار، بالليل ما بيقدروا يطفوا. طيب كلمة أخيرة لك أستاذ قبل ما ننهي هذا الاتصال. نحن بنحب أول شيء بما انه بلدة السقي ما عندها بلدية، نحن جيج عم نساعد نحن والاهالي نحافظ او نحمي منازلهم. بذات الوقت بهمنا نشكر كل افواج الاطفاء اللي ساعدونا بالمنطقة، وقيادة الجيش والجيش اللي ساعدنا وارسلوا لنا الطوافات. وكمان بهمنا كثير نلفت النظر انه للدولة، يعني بتصور صار الوقت يهتموا بتجهيز فرق الاطفاء باحدث التجهيزات، لانه ما بقى عندنا ثروه حرجيه، يعني مثل هالمنطقه من اجمل مناطق لبنان تدمرت اليوم. طبعا يعني بنشكر الكل. في امكانيات بشريه ولكن ما في امكانيات تقنيه لدى افواج الدفاع المدني. للاسف. نعم. للاسف، نعم. بهمني من خلال محطتكم اشكر كل شباب جيش وشباب المنطقه المتطوعين وعم بيساعدونا، ونشكر الدفاع المدني وقياده الجيش. شكرا لك استاذ عماد فرحات، رئيس لجنه البيئه في بلديه جيج، وان شاء الله يعني اكيد تنخمد هذه الحريقه او هذا الحريق وما بيطال ابدا المنازل. على خط اخر، شكلت ذكرى الشهر الاول على وقوع الكارثه في مرفأ بيروت الحدث، ونتوقف مع الفيديو اللي اعدته مديريه التوجيه في الجيش اللبناني تحت عنوان الوفاء لبيروت، ومنتابع من بعد نشرتنا.
إذن وفي ذكرى مرور شهر على انفجار المرفأ، التقرير للزميلة جويس نوفل يلقي الضوء على الوقفة الرمزية ودقيقة الصمت ونصب التذكاري من قيادة الجيش تخليدا لذكرى الشهداء وعلى نية شفاء الجرحى. هذه التحية التي أرادها الجيش اللبناني لأرواح الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ وعلى نية شفاء آلاف المصابين والجرحى، وذلك في ذكرى مرور شهر على انفجار 4 آب، وتحديدا عند الساعة 6:07، حيث وقف الجميع دقيقة صمت. الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء مرفأ بيروت، وتخليدا لذكرى الشهداء وتحية للمصابين وبحضور عائلاتهم. أضاء قائد الجيش العماد جوزيف عون جعلة الشهداء في مكان الانفجار في المرفأ على نصب تذكاري دشن في المكان، كما أطلق الجيش 21 طلقة، ثم وضع أهالي الشهداء كل بدوره وردة بيضاء على النصب، وأدوا الصلاة كل على طريقته على أرواح أحبتهم. وضع خذ لا ام لا تنت. التحية للشهداء والمصابين انسحبت إلى خارج المرفأ أيضا، حيث توقف السير في محيط المرفأ وفي شوارع أخرى في تمام الساعة التي وقع فيها انفجار 4 آب، وبالتزامن قرعت أجراس الكنائس ورفع الأذان في المساجد. على خط المساعدات للمنكوبين يشرف الجيش اللبناني على أعمال المنظمات غير الحكومية ويتولى تنظيم وصول الهبات إلى المنكوبين، والعميد الركن سامي الحويك الذي يترأس الغرفة يشرح للأوتيفي آلية العمل، كما يعطي توجيهات للمستأجرين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم نتيجة الكارثة. غرفة الطوارئ مهمتها الأساسية لما أنشئت كانت إدارة العمليات الإنمائية والإنسانية بالمنطقة المنكوبة جراء انفجار المرفأ. نعم. وهالشيء مطلوب أنه يتم عبر التنسيق بين الجمعيات الأهلية مع الـNGOs الوطنية والأجنبية. أهم دور لنا هو ننسق عملهم بين بعضهم. الهدف هو ما يعود فيه ازدواجية أو تكاثر للجمعيات بمنطقة واحدة وعدم وجودها بمنطقة تانية. كنا عم نشوف خدمات عم تنعطى بمنطقة زيادة كتير كتير عن حاجتها، بالوقت اللي كان في مناطق تانية ما عم بيجيها ولا شيء ولا جزء من هالخدمات. آلية العمل هي كل جمعية بتجيب وراقة وبتقدمهم عنا بالغرفة، بتتسجل معنا وفي فورم بتعبيه، ولما بتتسجل بنصير نحن نقدر نعرف وين طاقاتها وين قدراتها بحيالها محور تشتغل فيه، حتى نستفيد منها للطاقة القصوى من قدراتها ونوزعها بالطاقة القصوى بالاحتياجات يلي بيروت بحاجة لها وسكان بيروت بحاجة لها. ممكن تكون مجموعة شباب عندهم الرغبة وعندهم الإيمان ببيروت وبدهم يشتغلوا لصالح بيروت، وهن منهم جمعية مسجلة، بيقدروا يجوا ويكون عندهم شخص ناطق باسمهم بيتسجلوا كمجموعة بدها تشتغل ببيروت، بنتعامل معهم كجمعية. كم جمعية صارت مسجلة لحديت هلا؟ 378 لليوم. اف كتار كتير بس لا؟ كتار كتير. هودي الجمعيات اللي مسجلين معنا يمكن ببيروت صار في هلا شي 3-4 آلاف جمعية يلي عم بيتجمعوا وعم بيجربوا يكونوا جمعيات، في منهم كثير وهميه. هولي معنا على القليله نعرف انه هولي جمعيات مزبوطين وبدهم يشتغلوا من قلبهم، بدهم يلتزموا بالعمل اللي رح نعطيهم اياه. المساعدات يلي عم بيجونا من دول برا عم نوزعهم لكل جمعيه حسب حاجتها، حسب قدرتها وحسب التزامها بالعمل وجوده العمل يلي عم بتقدم. نحن في عندنا 6 محاور بيشتغلوا فيهم الجمعيات، يلي هي البناء
والمساعدات الغذائية، الغذاء، المي، نظافة المي، الصحة، الصحة النفسية والمأوى. بالدرجة الأولى نحن الأعمال الأعمار يلي عم نقوم فيها هلا هي الأعمال البسيطة السريعة يلي بتساعد تنرد الناس على بيتهم. بالمقابل عم نأمن أماكن سكن بديلة في حال في ناس ما كان عندهم بيت يرجعوا له بدهم أماكن سكن رح نأمن لهم يعني. في منهم متبرعين فيهم ناس متبرعين بهالشقق وفي ناس متبرعين بمصاري مندفع أجار الشقق من هالمصاري. واليوم كنت عم تحكي مع وزيرة العدل ورح تعملنا دراسة قانونية مفصلة تتثبت هالشيء. إذا انقطع المستأجر عن إشغال المأجور بس هلا عم ينقطع لظرف قاهر ولسبب قاهر بيرجع لوضعه هو ذاته. يعني ما له حق يمضي على إنذار صاحب الملك. رح يكون عندنا دراسة قانونية مفصلة ونكفل له حقه فيه. رئيس دائرة المراقبة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس غسان ياس يشير عبر الـ OTV إلى أن البلدية اليوم باتت مؤازرة للجيش اللبناني والهيئة العليا للإغاثة من بعد ما أنهت مسح الأحياء والمباني والتصنيفة بحسب خطورة الضرر اللي تعرضت له. كما رد على السؤال حول سبب انتظار نتائج الفريق التشيلي من أجل القيام بأعمال البحث في المبنى الأخير الذي أعيد البحث فيه منذ يوم أمس في مرم خايل. في عم تحكي الركام هو على مرحلتين، البلدية من أول نهار لغاية اليوم بعدها حاطة آليات بالطريق، حاطة مستعينة بكذا آليات من جمعيات خاصة، من بلديات، من اتحادات بلديات مشكورين كلياتهم مقدمين هالخدمات ولا ليرة من البلدية. عم نشيل ردم على طول النهار، بتشيل الردم من أول الشارع لآخره، بآخر نهار بيرجع بيتعبى لأنه الركام عم ينزل من البنايات بعده بشكل عن جد فوق التصور. وعم نعمل لهم أرض، أمنا لهم بالأحلى أرض، عم نجمعهم فيها تمهيدا لنقلهم لمحل تاني وينعمل لهم فرز بطريقة بيئية نظيفة. قد ايه بده يرجع المشهد مثل ما كان قبل؟ قد ايه بيتوفر مصاري؟ من الآخر جاوبك اياها. قد ايه بدنا مصاري؟ لا قد ايه بيتوفر مصاري قد ايه بتكون السرعه، واغلبيه هالعالم يمكن معها مصاري، اذا ما بدي اقول لك نص هالعالم معها مصاري بس مش قادره تستعملهم، فبقى في عرقله بالتمويل تبع الترميم طبعا. قد ايه بده اعاده الاعمار والترميم سوا مصاري؟ لحد هلا ما في تقديرات دقيقه، بس كل التقديرات عم تتراوح بين 4 مليار لحدود 8 مليار. هيدي البنايه ليه نطرنا لليوم تنرجع نبش فيها على جثامين، يعني طالما العمل كان جاري فيها هيدي المنطقه من الاول؟ حجم الضرر منه على حجم مستوى بلديه، على حجم اكبر من الدوله اللبنانيه، بس تحديدا هيدي البنايه اول مره هي انقطع السير من اول الخط لاخره لانه كل هيدي البنايات عم تقع. وصلنا مع كل سكان الحي، ما حدا قال انه حدا مفقود هناك. بعدين جتنا معلومة انه في ناس يكونوا هناك، كان في فريق فرنساوي متواجد على الارض، اجا وكان معه كلاب، كان معه ناس اختصاصيه، ما تبين معهم شيء، رجعوا بعد يومين قالوا لا في روايح عم تطلع. اجا الدفاع المدني اول مره ورجع اجا الدفاع المدني ثاني مره، بهول الثلاثه مشن على هيدا البنايه بالتحديد ما حدا بين معه شيء. وبرضه بنقول ان شاء الله يا رب يطلع الفريق تشيلي معهم حق ويلاقوا حدا. بسياق متصل وليوم الثاني على التوالي تستمر عمليات البحث في منطقة مرم خايل عن ناجين بعدما رصدت أجهزة فرق البحث نبض تحت الركام، وأدخلت فرق الإنقاذ المتخصصة آلة مسح حراري وبالليزر إلى داخل أنقاض المبنى المنهار في مرم خايل لمحاولة كشف ما يوجد في الداخل. وخلال الاطلاع على الداتا التي التقطتها الآلة لم يظهر المسح الأولي وجود أي جسم داخل أحد طوابق المبنى. وأشار المسؤول عن فريق الإنقاذ التشيلي إلى أن النفس الذي رصدناه كان بطيء وعلى عمق 3 أمتار تحت الركام، ونعمل على فتح 3 قنوات ولا يمكن التأكد حتى اللحظة إن كان هناك من شخص على قيد الحياة أم لا. بعد شهر على انفجار المرفأ الرائد جوزيف ميلادن الديف ورفاقه قضية باتت بحجم وطن. تقرير للزميلة غريس مخايل. سنة 91 وأتقرر الرئيس الهراوي أنه يطلع ينظف عين الحلوة، طلع الجيش لفوق وصدقنا انه النية موجودة بوقتها، واستشهد نقيب ريمون نديف على ابواب عين الحلوة ورجعوا الغوا العملية
لأنه بيعتينون في نقص بالذخائر. بال2000 كان في عنا مجموعات إرهابية بجرود الضنية، كمان طلع ميلاد لفوق واستشهد فوق. مع المصيبة الكبيرة اللي صارت بالمرفأ، نحن نشكر الله أنه البيرية تبع زوزو ما تعلقت حد بيرية بيو. هذا هو تاريخ عائلة الندف، هذا هو تاريخها الذي لم تبخل به يوما لتقديم الشهداء حتى يبقى لبنان. وبالقوة ذاتها والعاطفة التي تلفها يتحدث حليم النداف عم الرائد في أمن الدولة جزاف النداف عن المسيرة التي قام بها ابن شقيقه الذي كان من الممكن أن يكون شهيدا مثله مثل والده، والمسار الذي خاضه منذ اكتشافه خطورة المواد المتفجرة والمراسلات التي قام بها لقيادته ومن خلال قيادته للمعنيين في القضاء، وبالتفاصيل التي تثبت عدم تقصيره. تفهم أنه في جريمة على الأرض فيها 200 فقيد وفي دمار، ومتفهم أنه يكون في ضغط من الرأي العام على القضاة أو على التحقيق بهالتوقيت بالذات، ولكن نحن عنا كلنا ثقة أنه هيدي غيمة صيف بالنسبة لجوزيف، وأنه رح يطلع نضيف الكف مثل ما هو دايما. ولأهالي الشهداء من العائلة التي تعرف قيمة تقديم الدم كلمة من القلب وأيضا من راحة الضمير. نحن دافعين دم ونحن منعرف قيمة الدم، بس واحد يخسر شهيد أو يخسر رزق أو ينجرح، نحن عنا كل الحس والتقدير لمصابكم الكبير، ولكن نحن منواكب هالحزن وهالدمعة بمحبة كبيرة، بس براحة ضمير أكبر. الرائد النداف اليوم يتكل على القضاء. نحن نتمنى من الرئيس عويدات اللي هو ابن منيف عويدات بما له من تاريخ، أنه يأخذ بعين الاعتبار مضمون الملف ومضمون التحقيقات تا يبني قراره بموضوع جوزيف. وزيت الشيء بالنسبة للقاضي سوين صاحب المسيرة العريقة بالقضاء، تنقله أنه حضرتك استجوبته لجوزيف وحضرتك أصدرت مذكرة توقيف بحقه وجاهية، نتمنى منك إعادة النظر بهالمذكرة، لأنه إذا فوق المصيبة اللي البلد واقع فيها منوقف ناس ما قالهم عليه أو ناس عاملين واجباتهم وناس مظلومين، منكون عم نحمل ضميرنا أكتر بكتير من ما بيقدر أي إنسان يحمله. لجوزيف بدي أقول له أنت بطل، أنت بطل، أنت ابن بيك، ونشكر الله أنك ما كنت تحت، والله يرحم الشهداء، لأنه نحن بيت مقدمين 3 ضباط بالجيش اللبناني، ونجاتك كانت من عند الله، وبقول لك أنا أنه قلوبنا معك وكل لبنان معك، وما تخاف، العدالة ولو كانت بطيئة آخر شيء بتوصل. إلى ذلك شهد الباب رقم 14 في مرفأ بيروت اعتصاما لناشطين في قضية انفجار المرفأ في 4 آب، عبروا خلالها عن استنكارهم لاحتجاز ضباط أبرياء ووصفوا توقيفهم بتضليل للتحقيق ومحاولة لإخفاء الحقائق. هذا وشاركهم الوقفة الحاشدة في الكارنتينا أهالي بعض الضباط مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم وسلوك تحقيق مسارات صحيحة توصل اللبنانيين لمعرفة من ارتكب هذه الجريمة الكبيرة بحق الشعب والعاصمة. بريك ومنتابع من بعده نشرتنا. مساء الخير عن جديد. بالذكرى الثالثة لمعركة فجر الجرود وتكريما للشهداء اللي سقطوا خلال المعركة وأولئك الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابي، دشن قائد الجيش العماد جوزيف عون نصبا تذكاريا يحمل أسمائهم في ساحة بلدة راس بعلبك بحضور ذوي الشهداء وفعاليات من البلدة والمنطقة. وبعد إزاحة الستار عن النصب، أكد قائد الجيش أن لن نستكين ولن نسمح بالعودة إلى الصفحة الأليمة مع الإرهاب ولو بوجوه أخرى. وفي الختام تسلم العماد عون درعين
التقديريين من رئيس البلدية ومن والدة الشهيد المغوار جورج بوصعب، ثم انتقل لافتتاح طريق مقيال فرح الحدودي الذي يصل إلى مركز عسكري في جرود راس بعلبك. اللحظات الأولى لانفجار المرفأ تولى الجيش وأمن المنطقة، فهي مسؤوليتهم ولو من دون تكليف. هول الكارثة وحجمها جعلا أولويته أمن المرفأ والسلامة العامة والبحث عن الأحياء تحت الركام، ثم البحث عن المفقودين. عملنا بصمت لأيام عدة، فلا قيمة للكلام أمام دماء الأبرياء وأنين الجرحى ودموع الحزن والأسى. كنا ولا زلنا العمود الفقري لهذا الوطن، كنا ولا زلنا إلى جانب شعبنا في السلم كما في الحرب والأزمات. لسنا مع فريق ضد آخر ولن نكون، ومن التبس عليه الأمر فليعلم أن الجيش على مسافة واحدة من الجميع، وسيبقى مدافعا عن الحريات كما الممتلكات العامة والخاصة. مهما كثرت التأويلات وحملات التخوين والاتهامات وتشويه صورة الجيش، ستبقى أولويتنا حماية السلم الأهلي والاستقرار، وذلك انطلاقا من قناعاتنا وواجباتنا ومسؤولياتنا. تكريما للناشط في الحراك عبد عباس الذي عثر عليه مقتولا في ظروف غامضة في الكوستا برافا يوم أمس، نفذ عدد من الناشطين في مجموعات الحراك المدني وقفة أمام مصرف لبنان تحت عنوان عندما نموت سنرفع على الأكتاف. ولمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الناشط في الحراك سامي الحسين من مجموعة لا للديمقراطية التوافقية. مساء الخير سامي. مساء النور، اهلا. يعني اولا تعزينا لك ولكل رفاق عبد وايضا لعائلته طبعا على هذا المصاب الاليم. اولا خبرنا سامي، اليوم انتم ليه اخترتوا مصرف لبنان؟ هل هناك من رمزيه معينه هي بتعني لعبد؟ والامر الثاني، ليه ايضا رفعتوا هذا الشعار عندما نموت سنرفع على الاكتاف؟ مساء الخير، بدي اعزي اهل عبد اولا، وبدي اعزي الثوار كلها بكل لبنان ثانيا. عبد كان كثير قيمه كبيره للثوره وللشباب اللبناني، لانه كان انسان كثير واعي، كثير محب للناس ومحب لبلده وطنيا. مصرف لبنان كان بيعني لعبد كثير، لانه اول ما التقينا نحن بالثوره مع عبد التقينا فيه على الشارع على الرصيف قدام مصرف لبنان، وكان دائما يعتبر انه مصرف لبنان، وكما هي الحقيقه انه مصرف لبنان كان الاساس بانهيار البلد. وطبعا مصرف لبنان كان هو الرمز، ولكن حاكم مصرف لبنان هو كان سبب الاول لانهيار لبنان. الشعار اللي انرفع اليوم اللي هو كتبه عبد قبل ما يختفي عبد بدقائق، كتبه ونشره على صفحته، فكرمال هيك تبنينا مقولته وتبنينا أقوال عبد وماشيين فيها وسائرين فيها بإذن رب العالمين. هيك صدفة كتبه ولا كان خايف من أي شيء؟ يعني برأيك أنت بحسب معرفتك فيه؟ بحسب معرفتي وبحسب متابعتي له، هلا كان في اكثر مره كتب كان في مهدد من قبل اشخاص، ولكن لحديت هلا نحن برغبه لما قالوا المحاميين وطلبا للمحاميين، قالوا انه خلينا ننطر التحقيق اللي هو عم ياخذ مجراه وماشي بكل دقه ومتابعه من رئيس الجمهوريه الى الأجهزة الأمنية كافة. فنحن بنحترم التحقيق وبنحترم دماء عبد لحتى نقدر نعرف الحقيقة كاملة، ما بنقدر نصرح ولا أي شيء قبل ما نعرف التحقيق لوين بده يخدنا ويوصلنا. وأنا بحترم هذا الشيء. يعني كنت بدي أسألك شيء عن موضوع التحقيقات بس ما رح نفوت بالتفاصيل يعني حتى ياخذ التحقيق مجرى، ولكن بس بدي أطلب منك تذكرنا أنتم أي متى آخر مرة التقيتوا؟ كيف فقدتوا الاتصال فيه وكيف تم العثور عليه؟ فقد الاتصال في يوم الثلاثاء، نحن كنا عندنا مظاهرة الصراحة، وعلى أساس أنه عبد نحن كان دائما يشارك معنا بالمظاهرة، فقد الاتصال فيه. فنحن كمجموعات كان عندنا أكثر من تحرك قدام السفارة الفرنسية وكان بساحة الشهداء، افتكرنا أنه هو طلع مع المطالبين بحرية جورج عبد الله، ولكن للأسف ما لقيناه كمان هوني. فقد الاتصال فيه وبلشنا نعمم على الجروبات. ثاني يوم لقيت الأجهزة الأمنية سيارته على الكوستا برافا مرمية،
واليوم الثالث لقت جثته على الكوستو برافا بين الصخور وفي طلق ناري براسه. نحن ما بنقدر نحدد بصراحه كثوار وكمجتمع مدني اذا كان الطلق انتحار هو صادر عن انتحار ولا عن حدا جريمه قتل، فنحن بنحترم التحقيق وعندنا ثقه بكامل الاجهزه الامنيه والمعنيين لانه هي قضيه راي عام انه توضح لنا الحقيقه وتبين لنا ملابسات اذا كانت جريمه او انتحار. يعني على امل انه يوصل هذا التحقيق الى خواتيمه، وطبعا يعني اولا لكرمال راحه نفس عبد وايضا كرمال عائله عبد عفوا، وطبعا بنجدد نحن تعازينا لكم ولاهالي الفقيد. شكرا لك سامي حسين من مجموعه للديمقراطيه التوافقيه. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعه، والمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. تصبحوا على الف خير.